دلوقتي تعالوا نروح لزميلتنا دينا شرف علشان نتعرف منها على ايه اخر اخبار الطقس والعملات واسعار الذهب. صباح الخير دينا. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير باسان، صباح الخير وسعاده كل المصريين في كل مكان. طمنينا، الرطوبه عامله ايه والحراره عامله ايه؟ لا، في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، اكيد الرطوبه مرتفعه، ده المعتاد يعني في فصل الصيف، خصوصا ان احنا في اخر شهر يوليو يعني وداخلين اغسطس، فطبعا اكيد في رطوبه عاليه الفتره أغسطس دي. اغسطس بيبقى هو حر جدا، جداً يعني بس بصبح على حضراتكم مره ثانيه، وتعالوا دلوقتي نستعرض معاكم في البدايه احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هبدا معاكم جولتنا من محافظه القاهره، وكوبري اكتوبر بيشهد كثافات مروريه بسيطه لا تؤثر على معدل الحركه حتى منطقه رمسيس، وبعدين بيكون في سيوله حتى نزله غمره، ثم بتكمل معانا السيوله المروريه حتى نهايه كوبري اكتوبر. شارع رمسيس بيشهد كثافات بسيطه وغير مؤثره، ده بامتداد الشارع، وبتكمل معانا السيوله حتى طريق النصر. اما شارع بورسعيد من نزله كوبري اكتوبر بيشهد سيوله مريه حتى منطقه الزاويه الحمراء والويلي ولغايه كوبري الساحل والاماريريه. اما على الاوتوستراد ففي سيوله مريه نسبيه بتقل بعد شويه للقادم من مناطق حلوان الى المعادي والمقطم. اما مطلع المقطم المتجه الى محور صلاح سالم مغلق حتى منتصف اغسطس بمعرفه الاداره العامه للمرور، ده هيكون زي ما قلت لحضراتكم حتى نهايه اغسطس. اللي بيمشوا على الدائري ياخدوا بالهم ان في تحويلات مروريه لمده اسبوع تزامنا مع تنفيذ اعمال كوبري كارفور، مما بيتطلب تنفيذ اعمال الغلق الكلي لنفق كارفور بالاتجاهين مع تحويل حركه المرور يمينا اتجاه محور حسب الله الكفراوي في مناطق الطريق الدائري. من جانبها بتقوم الإدارة العامة للمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية واللوحات الإرشادية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، وده لضمان أمن وسلامة المواطنين. نستكمل جولتنا بشوارع الجيزة وتحديدا من شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية، هنفضل ماشيين لحد ما نوصل لميدان الجيزة، هنلاقي هناك بعض الكثافات او بدات الكثافات بتزيد مع ساعات الذروه الصباحيه. بنفكر حضراتكم ان في تحويلات مروريه لتنفيذ الاعمال الانشائيه لكوبري سيارات مستحدث بشارع السودان بالجيزه عشان يربط محور الفريق كمال عامر بمحور صفت اللبن وشارع السودان، ده بيستلزم غلق كلي لشارع السودان باتجاه القادم من تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان اتجاه اسفل كوبري ثروت. اما محور 26 يوليو بنلاقي كثافات مروريه للقادم من اكتوبر حتى ميدان لبنان، وفي الاتجاه الاخر بنلاقي سيوله مروريه للقادم من كوبري اكتوبر او من كوبري 15 مهيو. محافظه الاسكندريه زي ما احنا شايفين هنلاقي بعض الكثافات البسيطه موجوده عند شارع خالد بن الوليد في منطقه ميامي، وكمان في كثافات ايضا بسيطه في المنطقه المحيطه بكوبري ستانلي، وكمان في كثافات متقطعه عند الاشارات بطول الكورنيش. اما باقي الشوارع الجانبيه ففيها سيوله مريه نسبيه. هنكمل جولتنا المريه ونروح معاكم مدينه اسوان ونتابع الحاله المريه هناك، هنبدا من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقه المسله اللي بيشهد سيوله مريه، وعلى الطريق او طول الشارع هنلاحظ ان في كثافه مروريه بسيطه لحد ما هنوصل لحد محطه القطار اللي بيشهد طريق حواليها كثافات مروريه. كمان ايضا في كثافات مروريه في شارع الحدادين وشارع الامام الشافعي والطريق المؤدي الى مستشفى اسوان الجامعي في بعض الكثافات المروريه. بكده خدناكم جوله عن احوال المرور، تعالوا نتعرف مع بعض النهارده عن اسعار صرف العملات الرسميه. هنبدا معاكم من الدولار الامريكي، وللبيع سعر البيع 18 جنيه 96 قرش والشراء 18 جنيه 88 قرش. اليورو 19 جنيه 21 قرش للبيع، 19 جنيه و12 قرش للشراء. الجنيه الاسترليني 22 جنيه 72 قرش للبيع، 22 جنيه 62 قرش للشراء. فرانك سويسري 19 جنيه 67 قرش للبيع، 19 جنيه 58 قرش للشراء. اليوان الصيني 2 جنيه و80 قرش للبيع، 2 جنيه 79 قرش للشراء. ريال سعودي 5 جنيه و4 قروش للبيع و5 جنيه وقرشين للشراء. دينار كويتي 61 جنيه 77 قرش للبيع و61 جنيه 39 قرش للشراء. واخيرا الدرهم الاماراتي 5 جنيه و16 قرش للبيع و5 جنيه و14 قرش للشراء. اسعار الذهب النهارده هنبدا معاكم من عيار 18 اللي سجل للجرام 846 جنيه، عيار 21 سجل 987 جنيه، عيار 24 1128 جنيه، واخيرا الجنيه الذهب وصل ل
7869 جنيه. خلونا بقى نستعرض اكيد مع حضراتكم دلوقتي جوله سريعه عن احوال الطقس. النهارده الطقس هيكون شديد الحراره رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، في ارتفاع في نسب الرطوبه بالنهار ودي هتزود الاحساس بحراره الطقس عن المتوقع طبعا بحوالي درجتين الى 3 درجات، ده غير ان النهارده في شبوره مائيه الصبح على الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36 وأعلى درجة حرارة هتكون في إدفو 43 وأقل درجة حرارة في مطروح 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.